من جانبه أكد الناشط الحقوقي السيد فيصل فولاذ أمين عام جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان أن العمال المواطنين والأجانب في قطر ممنوعون من المفاوضة الجماعية وحق تشكيل النقابات. منظمة العمل الدولية اللي بقرها في جنيف واللي تمثل الشركاء الاجتماعيين الثلاث الحكومات أصحاب العمل والنقابات إن شروط العمل ونظام الكفالة في قطر نظام استغلالي كبير، والعبودية موجودة بشكل كبير في قطر، وقطر لم تلتزم بأي شروط ولا اتفاقيات. يعني حتى العمالة الوطنية أو العمالة الأجنبية ممنوع عليهم المفاوضة الجماعية حسب منظمة العمل الدولية أو حق تشكيل النقابات. فبالتالي نحن في جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمرصد الدولي لحقوق الإنسان بصدد بعد العيد إن شاء الله أن نطلق حملة دولية حقوقية نقابية للضغط ومطالبة السلطات القطرية بحق التنظيم النقابي والحريات النقابية والمفاوضة الجماعية للعمال في قطر، وهذا حق أصيل ومعروف في منظمة العمل الدولية، وباعتبار دولة قطر عضو في الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولي عليها أن تلتزم بذلك، وقانون العمل القطري عليه أن ينص صريحة على هذا الموضوع.